احنا شباب حرف نسألهم حتسأل الأسئلة سألناهم قبل راح نسألهم إياها تاني ونشوف يعني إذا كان في قصتهم إشي جديد يدخلنا عليه إذا تذكروا إشي جديد خلوهم يدخلنا على قصة بكرة حروح على مركز الميزان إذا في قصة جديدة كمان يحكي لنا إياها غير قصة دار حماد وبعدين يخدنا مركز الميزان على قصة اللي اشتغل عليها زي قصة الميزان هنا هين مكان قرب دار حمادي قصة دار هذا المكان نادي حدا ضمن نادي حدا شوف في حدا هون كبير صحفي صغير صحفي متدرب رح نعمل فيلم وثائقي صغير بدنا بندور على قصص رح نعمل منها فيلم وثائقي رحنا على مركز الميزان وحكينا لهم عن شغلنا فحكونا قصتكم وقت هو صار حدث سيء مش حدث واحد فيك تحكي لنا عن الحدث الاول صار الساعة 3 الصبح انقصفت دار جيراننا ليش ما عطينا خبر يعني انه بدنا نطلع من الدار ما فيش تحذير في اي حاجه الاولاد كانوا في الدار اجت يعني صاروخ كبير شوي ما بعرفش يعني شنو جينا الصبح طلع الاولاد يعني من تحت الردم هذا الحمد لله سليم ما جينا نسوي نشيل الردم ونشيل حاجتنا وعينا وراضنا اجوا الناس يساعدونا مسايبنا واهلنا صار كمان صاروخ هذا استعمل فيها استشهد اخوي حمد الله يرحمه ونسيبي وماجد وانا قطعت يدي وابوي الصور واخوي الصور وابن اختي الصور وابن الصور وجارنا الصور يعني والامر كان يعني صعب كثير امنيه؟ امنيه ايش؟ امي محمد وين عمك راح؟ عمك؟ الجنة راح الجنة؟ ومين كمان استشهد معاه؟ سيدي مين سي واسم سيدك؟ أنا ماجد سيد أبو ماجد طب أنت زعلانة عليهم؟ ها؟ مشتاقة لهم؟ بتحبيهم؟ ها؟ ها؟ ليش ما بنروح المكان؟ نشوف يا عمو نشوف دكاترة؟ المكان طب ما حاولتش تحكي لحدا قصة الزبالة بدنا بيتنا يتعمر من رحنا على اول شيء على مركز الميزان ما لقينا حدا فينا دلتنا على ما قدرنا نوصل له بعدين دلتنا اللي تشتغل هناك على المركز الفلسطيني رحنا بعد محاولات كثيرة قدروا انهم يطلعوا معنا وودونا على
عيلة بالثاهية من دار أبو حي معهم من الحال، وإحنا هلا رايحين نشوف إيش قصتهم على المسلسل سبيلينها للفيلم. لا السكة ما كانش فيه منها اجتياح لا ما خشش لا كان قصف بس ما كانش اجتياح، الاجتياح من هنا من العطاطرة ومنطقة البحر بالضبط لهنا المنطقة تبعتهم هنا. محمد يلا نزل خلاص اسمع كلام ميتين خلاص طبعا القصف كان علينا بشكل مباشر في الدار، استشهد ابويا واخوتي ومرض الصوت بعد يعني فتره استشهدت خمس سنين يعني ست شهداء وخمس جرحى من الدار. كيف نفسيتك يعني؟ احنا كلهم معدلين، عند اخويا عمره خمس سنين بالفامش يعني والله برا مع مهجار كسر لي بالمره يعني مع القتيل ايش ما اشوف قدام وبخبط الواحد. قبل الحرب كان هيك؟ لا صار هناك الحدود هيك؟ هذيك المنطقة شو اسمها؟ اللي هناك الأراضي الفاضية اللي تحت هيك الشيمان. هذا لليهود ولا؟ لا شافت سافي هذيك المستوطنات هذيك إيرز هذيك قابلنا فيها إيرز عن طريق المركز لحقوق الإنسان قابلنا فيها أنا وأخوتي كلها. يعني في كمان قصص أنا صارت اليهود الثلاث بيجي حوالي ثلاثة في المنطقة اغتيال اعدمتهم اعدام عند عمتي هنا يعني مش بعيد عنا كثير. اجوا اخذوا حبسوا حدا اليهود من المنطقة يعني؟ لا من المنطقة حبست بس هنا اعدموهم اعدام في المنطقة؟ اثنين من دار الدعور وواحد انضربوا حاليا مارة انضربوا حاليا. ليش؟ هذه كانت مغطية وجهها ظلتين في الحار بعد ما طلعنا منها كله اعدموها الجند طخ فراس لقيناها طخ فراس حتى الطب. ما احنا في واحدة مسرحناش واحدة مسرحناش في خمسة انا بكبر وبرد وبعلم وفي خلال ثواني نكون فيش بلد مين. طب احنا يا ترى احنا ايش عملنا لاسرائيل؟ ايش عملنا للعالم كله احنا؟ طب يا ترى احنا هذول البنات نفسهم كانن هن برمي صواريخ؟ يا ترى هن كانن مركب بقاومن؟ طب لو قلنا والله يا ناس احنا بنات وشباب وبلاد أقول له والله يمكن بالغلط استهدفوا بعلوشة هذول مطلوبين بس الطلبة يعني بنات ايش بدي اقول على بنات انا لو قلنا بنات ام 12 يوم ام 12 يوم هي ايش بدها تعمل ولا ام 4 سنين ايش بدها تعمل ولا ام 8 سنين ايش بدها تعمل ولا ام 12 سنة ايش تعمل اقول لك كمان لو كانت ايش ما كانت ايش بعمل البنات هذول تقول انا بدي اموت يا ابو انا مش بديش عايش انا خواتي مات عليا انا بدي اورجيك عشان تعرف كيف البلد تعمل في حالها وقبل هيك وبدي اورجيك انا كيف يعني بتلاقيها من بقول لك انا بقول لك انا استهدفوني وانا بتلف ببر الضال يعني نفترض انا مستهدف يعني ليش بتستهدف انت الصغار يعني انسان بالصغار يعني اقول لك انا مستهدف بالطرد بس شو مستهدف انا ايش ذنبي انا ابو 4 سنين وابو سنه ونص ولا ابو كم يوم خليك عندك يا محمد حتى هاي ضارب من هنا 3 متر يعني مش هذا مش هذا مش هذا 3 دور هذول
Yeah.